نوصل للدلو يلي عنده الجو العام مغري بالمكاسب والأرباح، بتساعدك المواقع الفلكية الاستثنائية، وهيدا بيعود لعدة أسباب فلكية أهمها وجود القمر يلي بينضم للزهرة يومي السبت والأحد ببرج العذراء، بيأمن لك دعم، بتحسن ظروفك بشكل لافت وبتكون الصورة واضحة ومشرقة تماما، بقدم لك كل الدعم والتعاطف وبتقدر تتقدم بخطى ثابتة نحو أوضاع أكثر ازدهارا. هالأمر بيسلط الضوء على فرص مهنية جديدة أو عتبة دراسية أكاديمية جديدة، بتناقش بمهارة، بتفاوض بذكاء، بتنشط الزيارات والاتصالات، بتتابع التأثيرات الحلوة مع انتقال القمر الجديد لبرج الميزان الهوائي الصديق يلي بينضم للشمس وعطارد التنين والثلاثة، بيحمل معه حل لجميع المشاكل، اتفاقيات، أخبار إيجابية، فرص سعيدة للتواصل مع المجتمع ولخوض تجارب جديدة. كمان بيساعدك كوكب المريخ من برج الجوزاء وبيعطيك سرعة بديهة وبيفتح قدامك أبواب الحظ والمصالحة مع الذات، تقدر تحقق معظم أمنياتك. نوعية الوقت مهمة، دسمة، داعمة وواعدة بالتقدم والتطور، لكن رح تختفي كل هالإيجابيات لحظة وصول القمر لبرج العقرب بين الأربعاء والجمعة، بيكونوا أيام صعبين من النقطة الأعلى بالدائرة الفلكية، بتسبب لك تراجع معنوي ونفسي وضغوطات كثيرة، تحديات، استفزازات، متطلبات مهنية وحتى عائلية، مرحلة منخفضة من الحيوية والفعالية، ما بتعطيك النتيجة اللي أنت بتريدها. مشان هيك بعد عن المجازفات والمغامرات، 3 أيام فارغين سلبيين، بدك تنتبه من الغلط والبلبلة والتعب النفسي والصحي وتخفف من حساسيتك الزايدة حتى ما تتعرض لتحديات واضحة بحق اختصاصك. الهدوء هو سلاحك حتى ما تتفاقم الخلافات. أسبوع هوائي بامتياز ناجح، مهم جدا، بغير لك كثير من الظروف بحياتك. عاطفيا بعدك عم تنعم بوضع فلكي ايجابي مميز، حلو، دافي، رومانسي تحت تاثير كوكب الزهره من العذراء يلي بيعطيك الدعم، واذا كنت مرتبط رح تنعم العلاقه المتينه بمزيد من المتانه والصلابه، ورح تلمس تعاطف صادق من الشريك والاهل والولاد. اما العازب، بتحدث كوكب الحب عن شيء جديد بحياتك العاطفيه والشخصيه، بتقدر تعيش أجواء مختلفة ومسلية جداً.